أكيد نور، وصلنا لمحطتنا التالية، ويمكن مشهد أصبح شائع موجود بكل بيت، ساعات طويلة من الجلوس للأطفال على شاشات الموبايل أو اللاب. هذا الشيء بيؤدي لكثير من المشاكل إن كان نفسية أو حتى جسدية، وبالأخص ما يؤثر على صحة العيون عند الأطفال. طبعا هي الساعات اللي بيقعدوا عليها من غير مراقبة، ويمكن أوقات ملتصقين بهي الأجهزة إلى مدار كثيرة. رح نحكي اليوم عن هي المدار وعن بعض المشاكل الأخرى اللي ممكن يتعرضوا إلى الأطفال بسن مبكرة بخصوص العيون، والمعلومات الأكيدة والنصائح الأكيدة مع ضيفنا لليوم الدكتور أنس أجرد، اختصاصي بعلاج أمراض العين وجراحة. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك دكتور. صباح النور، أهلا وسهلا فيكم. يسعد صباحك دكتور. بالبداية يمكن قلنا بالمقدمة يعني ساعات طويلة على شاشات التلفزيون أو على الأجهزة الذكية أو على التاب أو الكمبيوتر، شغل الأم الطويل أو شغل الأب الطويل، يعني بتلاقي الحل الوحيد لأنه الولد يقعد بالبيت هو يقعد ساعات طويلة على التلفزيون. قد إيه آثار فينا نقول جانبية، آثار فيها خطورة ممكن على العيون؟ هلا أكيد يعني هذا نمط من الحياة، هو نمط سيء بالنسبة للأطفال. طبعا هذا بدنا نحكي فيها احنا بشكل انه بدنا نتعامل مع العصر، العصر هلا اختلف عن الماضي. ما عاد فينا نقول انه احنا ما بدنا الولد يمسك موبايل او يمسك تاب او يمسك هاي، لانه هذا شيء صار من اجزاء الحياه. اللي احنا الشطاره انه نعرف كيف نخلي الطفل انه يتعامل معه بشكل صح. المشكله الاساسيه هي الجلوس الفتره الطويله على احد هذه الاجهزه مثل الموبايل او التاب او شيء. الفتره الطويله هي عم تسوي لنا مشكله اسمها مشكله تشنج مطابقه، وهي هي المشكله الاساسيه الموجوده، مو مشاكل ثانيه اذا كانت مضيئه او غير مضيئه. لانه الفتره الطويله عم يكون في تشنج بالعضلات، وقت الطفل او الانسان بيشوف للقريب بيكون في عضلاته بشكل تشنج، بقى الفترة الطويلة بسوي له تشنج عضلات، هذا ممكن يخليه يطلع عنا درجات، هالدرجات هي بتكون كاذبة. بس مع الأيام هي بتصير جزء من المريض أو من الشخص، لأنه طول الوقت عليها تعودت علاقات العضلات على هالشيء. لذلك احنا أهم شيء إنه نمنع الطفل من الجلسة الطويلة. نعم. كمان دكتور يعني مو بس الجلوس لفترة طويلة، أحيانا حتى البيئة المحيطة بهي الجلوس، يعني أوقات في أولاد بفوتوا مثلا بيقعدوا بغرفة عتمة وبيفتحوا هالجهاز الإشعة القوية اللي ممكن عم تنبثق من الأجهزة أو من الشاشات الإلكترونية، قد بتأثر. أوقات ممكن يقعد طفل بنلاقيه قدام شاشة تلفزيون كبيرة وضخمة، ونحن بنعرف من زمان إنه لازم يكون في مسافة معينة بين اللي عم يتفرج على شاشة التلفزيون وهي الشاشة مع مساحتها طبعا، لأنه بتأثر. هي التفاصيل خلينا نحكي عنها أكثر اليوم لحتى كل اللي عم بيتابعنا يعرف اليوم قديش لازم يكون المسافة صحيحة بين ما يقعد ابنه قدام الشاشة، قد ايه لازم الإضاءة اللي بتكون محيطة، معلش ولو نحكي فيها بالتفصيل. هلا مثل ما حكيت، مثل برجع بأكد أنا، المشكلة الأساسية هي بالمسافة الموجودة بين العين وبين الجهاز وليس الإضاءة. طبعا الإضاءة القوية الكتير كمان مزعجة، بس هي ما بتشكل لنا مشاكل كبيرة. المشكلة هي بالمسافة. المسافة لما عم نقعد فترات طويلة عند الأطفال بالذات عم يصير عندهم تشنج. هلأ الأطفال هن أكثر تأقلم مع على هالشي، بيكون إسا الولد يعني لما بيقعد على القريب فورا عضلاته ممكن تتشنج ويصير عنده نقص كاذب. مثل ما حكيت أنا، لحنا هلأ بعصرنا ما عاد فينا نمنع هالشي. الموضوع كيف بده يتعامل الأهل مع الأولاد، لانه انت غير موضوع التاب والموبايل وهالشيء، بيجيك الدراسه هلا المدارس على الابواب، دراسه كمان على القريب. يعني الولد عم يدرس واجباته، عم يروح على المدرسه على شكل قريب مثلا نص متر، بيقوم ليرتاح عم يروح على الموبايل، صحيح، عم يروح على التاب، عم يروح على شيء. هو عمليا جسمه بجوز ارتاح شوي، بس عقله ونظره ما ارتاحوا، لانه لساته متشنجه ولساته عم يطلع على القريب. هذا الشيء عم يخلي تشنج المطابقة يزيد. لذلك أنا كثير بدي أكد أنه الشيء الأساسي لازم يعملوه الأهل أنه هو يكون في مسافات، ما يكون شيء متواصل، يفهموا الولد. الولد هلأ ما فيك تيجي تقولي له
شيل الموبايل او شيء التاب خلص ماسكي موبايل مو معقول تقول له مثلا اول يعني شيء اللي احنا ماسكين بعدين هو جزء من اجزاء الحياه صار يعني خلص صحيح. هذا الشيء اللي احنا نعرفه لذلك بدنا نحدد له اوقات مثلا اخي نص ساعه بتقعد بدك ترتاح ربع ساعه الربع ساعه هي ما بتقوم على التلفزيون او بتقوم او حتى بتقرا او شيء بدك تقوم تطلع على البعيد الراحه تبع هي الشغله هي بتكون بالنظر للبعيد لما بيرتاح او تغميض العينين العضلات بترتاح بينما القرب شو من كان الجهاز التلفزيون الموبايل التاب هو تشنج للعضلات المسافة الصحيحة هلأ احنا كل شيء قبل النص متر هو يسمى قرب وكل شيء بعد النص متر هو يسمى بعد بس كمان إذا عندنا شاشة كبيرة وبدنا نقعد على بعد مترين كمان ما بصير لازم من بعد يعني هو بده يتناسب حجم الشاشة مع المسافة الموجودة طيب دكتور يعني إذا بدنا نقول مثلا الأطفال الصغار يعني هلأ عم نشوف مثلا سنتين وثلاث سنين بيكون ماسك التاب أو الموبايل والمسافة جدا قريبة هون بيأثر على النظر الأطفال خصوصا الأطفال الصغار يعني نحن عم نحكي سنة ونص سنتين ثلاث سنوات هي هذا السن هو السن الخطير هذا السن الخطير اللي لازم نحن نعرف نتعامل مع الولد وما حتى ما حكيت حضرتك من شوي يعني احيانا الاهل هن بدهم يلهوا الولد باي عمل باي شيء بيقوم بيعطوه الموبايل طبعا هو ريحهم بس هو عمليا بهالعمر عم يتضرر الشيء يعني اللي احنا عم نلاحظه انه الولد بهالسن هي بيكون كتير ذكي يعني بيلقط الموبايل بشكل فظيع بصير يعني خلال شهر ممكن يعرف يتحكم فيه بيكون الولد عمره سنة ونص سنتين وبيعرف يشغله وبيعرف يقلب وبيعرف لذلك بيندمج معه وبصير من أجزاء الحياة تبعه أنا كتير شفت ناس يعني إذا بتقيم الموبايل من عند أطفالهم خمس دقائق بيعملوا مشاكل كبيرة بيأثر على نظرهم على المدى الطويل بيأثر بشكل كبير انه بيسوي تشنج مطابقة وبيسوي حسر كاذب واذا ضل هالحسر الكاذب ممكن يمتد لانه حسر يضل يبقى معه يعني بصير عنده نقص بصير بده نظارة طيب دكتور خلينا نعرف كيف الاهل بيقدروا يكتشفوا انه ابنائهم صار عندهم مشكلة بسبب هاي الاجهزة يعني اليوم من الحالات اللي بتيجي لعندك هل هي بتوصل وهن بحالة متدهورة مثل ما بنقول صار في مشكلة وحلها او علاجها صار بده وقت طويل ولا لا عم يوصلوا بالوقت المناسب خلينا نحكي من خبرتك بالتعامل هلأ هو هذا السؤال كتير مهم لانه هي المشكلة الصراحة ما لها اعراض وخاصة عند الاهل العاميين ما بيلاحظ شيء على الطفل لانه الطفل عم يشوف على القريب وما عنده اي مشكله وبيضل يشوف على القريب وعم يشوف ضمن مجال البيت وضمن مجال الغرفه بقى ما في شيء عم يتاثر ما عم يلاحظ الاهل انه في شيء عند الطفل لذلك احنا كثير مهم للاهل انا مثل ما حكيت عن الموضوع انه اول شيء بدهم يحاولوا ينظموا موضوع القرب للطفل والالعاب القريبه الالكترونيه او دراسه كمان ضروري الطفل ينعرض كل فترة على طبيب عيون خاصة بظروفنا وبوقتنا هذا يعني بعمر 3 سنين لازم ينفحص مرة بعمر 5 بعمر 8 لازم عطول يضل في فحص في شغلة مهمة كتير هلأ ممكن هي الأمور ساعدتنا نكشفها يعني أحيانا مو عطول هي القريب إنه في طفل ممكن يكون عم يشوف بعين أحسن من عين وهذا بيؤدي لكسل وهذا صعب كشفه ابدا كثير احيانا بتلاحظ انه في اطفال جابوهم الاهل ليش لانه بالصدفه غطى عينه وهو عم يشتغل وهو عم يشوف شغله لاحظ انه في عين احسن من عين او في عين ما عم تشوف بسبب الساعات الطويله لا هي ما لها ساعه هي من يعني فينا نسميها ممكن تكون فوائد انه هو لانه عم يشوف لاحظ هالشيء هي لانه هو اهتم بالموضوع النظر عم يشوف على القريب بيلاحظ انه عين احسن اضعف من عين هذا الاهل لا يمكن يلاحظوه نحن عندنا مشكله كثير كبيره انه على طول الاهل بيجيبوا لنا اياه بشكل بيكون عمره كبر مثل ما قلتي حضرتك هذا بسبب كسل العين وكسل العين بيتعالج لغايه 8 سنوات فقط حتى اقل بعد ما بعد يتعالج يمكن دائما دكتور انت ضيفنا بنشير لنقطه كثير مهمه هي المراجعه الدوريه من عمر 3 سنوات بشكل مستمر عند طبيب العيون لانه
هي بعض الإشارات يمكن ما ينتبهوا للأهالي في المراجعة، بتكشف إذا فعلا في مشكلة بالعين ولا لا. بس لما نقول إنه بوصل لمرحلة الطفل عنده نقص يعني من خلال جلوس لساعات طويلة أمام هاي الشاشات الأجهزة الذكية، هون قد بيكون صار له يعني، هون المرحلة قديش بتكون أخذت وقت لما أقول أنا ممكن فعلا هاي متعلقة حسب الطفل وحسب كل الأجسام مختلفة. هلا احنا فورا هذا بيبين معنا، لا احنا عندنا يعني طريقة بيبين بأعمار صغيرة، في نقول بثلاث أربع سنوات ممكن يأثر ولا لا لبعد؟ لا طبعا ممكن يأثر، بيأثر. هلا احنا بيجينا طفل معه مثلا درجتين أو ثلاثة وهو عمره صغير، هلا احنا عندنا طريقة اللي هي شل المطابقة، بدنا نقطر له قطرة ونرجع نعمل له الفحص مرة ثانية، بتلاقي بعد القطرة راحوا الدرجات. بقى هون بيكون عنده أكيد حسر كاذب أو تشنج مطابقة. لذلك مثل ما حكيت يعني أنت إذا الأهل ما جابوا الطفل ما حدا راح يعرف. هلا احنا عندنا هي الثقافة بشكل عام هي آخر خيار للأسف، هي لازم بكل الاختصاصات صحيح. بس أنا حسب فترة ممارستي يعني أنه يجيب طفل بس تشيك معدودين على الأصابع يعني. طيب دكتور بختام حديثنا لليوم خلينا نحكي عن أهم الطرق اللي ممكن هي تكون علاج ووقاية بنفس الوقت لهي المشاكل اللي عم بتصير من استخدام الأجهزة الإلكترونية بشكل مفرط عند الأطفال. هلا أهم شيء العلاج طبعا هي عن طبيب، نحكي أول شيء على الوقاية. الوقاية هي عند الأهل، الأهل لازم كتير يعرفوا إنه لحنا ما بصير نخلي الطفل لفترة طويلة. برجع بكرر هلا بظروفنا ما فيك تمنع الطفل لا على الموبايل ولا على اي شيء من الالعاب الالكترونيه، لازم تحددي له. اخي انت اليوم بتلعب نص ساعه الصبح ونص ساعه المساء، هلا انا برايي نص ساعه خاصه بايام المدرسه، ساعه الصبح ساعه المساء مقبوله، نص ساعه بيكون احسن، بايام العطله ممكن الظهر كمان، بس اما اكثر من هيك هو حيسبب له مشاكل. لازم الوقايه انه لازم يعطوا الطفل فرص انه يشتغل شغله ثانيه، يلعب بالعاب ثانيه. يعني هلا نحن متوجهين حتى الاهل لانه هو اريح لهم، الطفل لازم يطلع على الشارع، لازم يلعب، لازم يشوف ياخذوه يروح على المسبح يروح على النوادي، هي كلها بتساعد لانه هو يبتلهي عن موضوع القرب. الشيء الثاني انه لازم كثير انا باكد على هالشيء، حاولوا الاهل بالبيت يجربوا الطفل، يعني جربوه مو انه شيء قريب، جربوه على شيء بعيد. اخي شو عم تشوف انت لهنيك او كيف نظرك، بتلاحظوا نفس الشيء. الشيء الثالث والمهم هي كثير باكد عليها انه يحاولوا يغطوا له عين بالبيت، كل طفل بعد ثلاث سنين يسكر له عين، يشوفوا انه الطفل شكى انه عنده عين احسن من عين. هون بيخلص الوقايه بيبدا بالعلاج، العلاج هو لازم الطبيب. اول شيء الزيارات الدوريه لازم تكون، يعني مو دوريه يعني كل شهر، يعني كل سنتين على الاقل، كل ثلاثه ياخذوا مره بثلاث سنين مره بالخمسه ليتاكدوا. والشيء الثاني انه يتبعوا اللي بيقوله الطبيب، لانه نحن كثير احيانا بيطلعوا من عندنا خلاص بيرجع الطفل لشغله والاهل لشغله. صحيح، هذا اللي بده يصير. بقى هلا في شغله كثير مهمه انا بحابب اكد عليها، انه الولد لما بينفحص بثلاث سنين او بالخمسه ممكن احيانا نكشف امراض غير ما لها علاقه بهالموضوع كله وتكون موجوده عنده اكيد، والولد لا يمكن يحكي. يعني انتم عمليا كاهل اذا ما عملتوها بهالوقت انتم عمليا ضريتوا الطفل، لذلك لازم انه يفحصوا بهالوضع. اكيد نتمنى الصحه والسلامه لكل الاطفال. دكتور انس جرد اخصائي في امراض العين وجراحتنا، نشكرك على وجودك معنا اليوم. شكرا لكم، الله يعطيكم العافيه. شكرا لك.